الرحيم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في ملعب نيوكابوس امامهم في وسط الملعب روما وزيدر ساشا واللعب مع اتلتيكو مدريد اول تعادل لي في الدوري بعد 7 انتصارات متتاليه فريق نادي في الملاعب الاسبانيه في 14 مواجهه وخسر 12 مره كان امام الديفور في 2001 2002 نشوف القطعه والضغطه من جانب البارسا قدم شوط ثاني رائع امام اتلتيكو مدريد ديلافيو امامنا يبحث صربي وطلع رييكا الكرواتي ووصل الى هذه المرحله مرحله المجموعه ولكن لويس سواريز ضيع فرصه كبيره هنا الماسك واعتقد هيبقى في 2015 2016 وخسر 7 مرات انطلاقه ومحاوله هنا كرات العرضيه خطر ديلافيو امامنا يعمل عرضيه حلوه كوره في اتجاه اللاعب باولينيو اللي عنده النزعه الهجوميه خسروها بهدفين جونزالو ايجواين وكان سجل مانزوكيتش كره على طول من جانب اللاعب دول سيرجيو روبرتو شوف توغل من جنب اليمين وتحرر من مكانه الكره ملعوبه الى ديلافيو الكره العرضيه النيران الصديقه والنيران الصديقه ديلافيو امامنا الرعب الرعب من اللاعب امامنا هو اللي بيضعها في مرمى اللاعب الشاب نيكولاو الرعب اسمه ميسي اذا كان ميسي هو مصدر البهجه والسعاده فهو مصدر الرعب في اللقطه الماضيه يسجل هنا في هذه اللقطه اللاعب ديمتريوس نيكولاو في مرمى بالخطا كان الفريق طبعا الكتالوني على موعد مع التسجيل من النيران الصديقه كواتس كان سجل في من خلال قدم اللاعب الشاب اللاعب نيكولاو وادي الكره على طول وفرصه ولكن اول يعني 20 دقيقه في الدقيقه 18 عن طريق اللاعب نيكولاو عرضية باولينيو يبحث عن هدفه الأوروبي وادي أمامنا هنا لويس سواريز لكن سهل أولمبياكوس الخروج بأقل خسارة ولد يا باولينيو في ملعبه كان فاز ليفربول على بشكتاش في عرضة لمسة على طول من ميسي إلى ديلافيو يا سلام على الأسيست يا سلام على التمريرة وروعة التمريرة ماضية في الدقيقة أمامنا و 26 واحد لا شيء على طول المساندة باولينيو ميسي يا ولد على الكوب عنده المهارة عنده الأسلوب والأداء الغير يعني قصيه لكن العارضه هنا بتلعب الدور شوف تحرك اللاعب باولينيو فانايكوس وايضا في 2010 2011 هذا ملف فانايكوس والكره الاساسيه المره دي من جانب اللاعب ديلافيو عاملها حلوه قوي سيرجيو روبرتو لكن المره دي يتدخل الحقيقه أومتيتي مكمل ادي أومتيتي الكاميروني الاصل الفرنسي طبعا الجنسيه لويس سواريز ملعوبه الكره عزت كره مقطوعه انطلاقه من جانب ميسي تمريره سواريز يا خبر ابيض يا ولكن هنا بقى حارس المرمى بروتو يتصدى لهدف محقق واحد لا شيء نيكولاو بالخطا في مرمى وادي التسديده وخطفه المره دي وادي اول البرتو بوتيا ولكن كره ميسي تصدي مره جديده من جانب الحارس بروتو ميسي مره ثانيه يعمل اهداف في الدوري وادي امامنا اللاعب ديلافيو يكملها ليس لو في تسلل كان هيبقى ما فيش المخالفه لكن هي ما فيهاش تسلل وادي امامنا هنا لمسه اليد بقى والانذار الملعب هذه الاعاده ولمسه اليد واضحه طبعا لمسه اليد واضحه بارسا عن طريق اللاعب نيكولاو ديمتريس تعود الى باولينيو الفرص تتوالى شوف باولينيو في العام من جانب فريق نادي البارسا ادي كره لويس سواريز فرصه كبيره جدا لويس سواريز بقول لحضراتكم مش موافق بعد حصول بيكي على بطاقه ثانيه أومتيتي قاطع على طول سيرجيو روبرتو بنتوس امام سبورتنج لشبونه استلام على طول محاوله سقوط والسقوط هنا فيها خسر في ربع نهائي امام باناثينايكوس 2001 2002 دي اللقاءات اللي خسرها فيصل الفجر والاسماء الموجوده هنا هجمه والاحمدي وادي الهجمه السريعه من جانب 14 2018 لمسه هنا من كارسيلا العرضيه خطيره كره تعدي كره بتعدي كره فرصه كبيره مهدي كارسيلا عملها حلوه قوي الى اللاعب المدافع الايسر كوتريس لكن كره ترتد وضربه الراس على طول الى لويس سواريز سواريز عايز يلم ويتكعب الاول باولينيو دقة التمرير وصلت إلى حوالي 92% كريستيانو رونالدو وادي الكرة الثابتة وميسي يضعها في المرمى ميسي دائما هو الحل ميسي هو البهجة ميسي هو الفرحة ميسي هو اللي بيعطي دائما الراحة والأفضلية ويأتي هنا بهدف من كرة ثابتة في الدقيقة 61 ادي ميسي مرعب للاعبين مرعب للحراس وميسي يضعها باقتدار هنا في هذه اللقطه ويسجل هدفه رقم 522 في 596 مباراه لكن في دوري الابطال هو الهدف اللي امامنا هنا رقم 97 وهدف ميسي ومعاه اللاعب كوتريس عدى في سنتي عاملها حلوه قوي تعدي بالكوتريس
باولينيو وتعدي من إنيستا، ولكن هنا يسجل 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 أمامنا اللاعب لوكاس دين. لوكاس دين أمامنا يسجل في هذه اللقطة، ليس أول أهدافه، كان سجل في مرمى ريكلس في إطار بطولة الكأس، ويسجل لوكاس دين في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة هدف مهم جدا للاعب أمامنا. هو لوكاس دين لاعب روما والبي اس جي وليل السابق. الهدف الثالث يأتي في الدقيقة كام، لكن إيه، لكن ميسي وهي حلاوتها من ميسي، حلاوة اللي بص ميسي، ويدخل مكانه الكرواتي إيفان راكيتيتش. إيفان راكيتيتش وتخطى يعني الأمور ويصل إلى 50 هدف، وهذه فرصة فرصة ميسي. هذه تشوف كرة بتاعت لويس سواريز ثم باولينيو، كرة ملعوبة على طول جنب الشمال. أندري جوميش هو البديل القادم في ميسي إلى سواريز إلى ميسي. ميسي ميسي يا ولد يا ميسي يا ولد يا ميسي. ليها طعم ومذاق ولون مختلف تماما. ادي امامنا واسماء توالت، ولكن البارسا هنا عن طريق لويس سواريز. لويس سواريز الكره بت عنده دائما. فورتيونس يلعب على طول الكره الركنيه راسيه، ويسجل اللاعب نيكولاو في هذه اللقطه ضربه راسيه، خطا في الرقابه خطا في التمركز، ويسجل هنا اللاعب ديمتريس نيكولاو في مرمى فريق البارسا. وأرنستو فالفيردي هنا سجل في مرمى بالخطأ، وعاد ليسجل في هذه المباراة اللاعب نيكولاو في الكرة الماضية اللي سجل الشوط الأول. يسجل صاحب 19 سنة، يسجل هنا هدف تقليص. السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.